مسرحية الزمن الموازي المستوحى من تجربة الأسير الفلسطيني وليد دقة ورسائله لذويه من داخل سجنه لا تزال تثير ضجة كبيرة في الأوساط الفنية والسياسية في إسرائيل. فقرار وزير التربية والتعليم نفتالي بنت وقف التمويل الرسمي للمسرحية أثار حالة من الغضب في مسرح الميدان في حيفا الذي يرى القرار سياسيا ينطوي في إطار كم الأفواه وقمع الفن الفلسطيني في إسرائيل. كأنه المرحلة اللي إحنا فيها هن اختراق الفكر، اختراق الرأس، اختراق الرأي، وهذا مش مقبول. يعني هاي صرنا بمرحلة ديكتاتورية فكرية، قمع فكري، مش مقبول علينا. وحالة الاحتجاج والنقاش لم تقتصر على مسرح الميدان فحسب، بل تحولت المسألة إلى قضية عامة ناقشها فنانون إسرائيليون مع وزيرة الثقافة ميري ريجيف، التي أبدت موقفاً متصلباً هي أيضاً حيال تمويل السلطات الرسمية أعمالاً وفنانين يحتجون على سياسة إسرائيل. جزء من هذا النقاش اكتسب بعداً سياسياً داخلياً، لا سيما بعد تصريحات ريجيف حول فوز حزبها برئاسة الحكومة وصلاحياتها في اتخاذ القرارات وما تلاه من ردود في الأوساط الفنية. تخيلي سيدة ريجيف عالمنا صامتا من دون كتب وموسيقى، عالم ليس فيه أي منغص، على قوم يحتفلون بالفوز بثلاثين مقعدا يسير خلفها قطيع من الأبقار أو البهائم التي تأكل القش. وعلى ضوء ما بات يعرف بالعاصفة الثقافية الجديدة، يستعد الكنيست لمناقشة مشروع قانون يحد من صلاحيات وزارة الثقافة في الأعمال الفنية ويخلق سلطة ثقافية منفصلة. الزمن الموازي هي الذريعة، بينما يقول الفنانون الفلسطينيون إن فنهم هو المستهدف في هذه المرحلة ويتوقعون أن تكون المرحلة المقبلة أصعب بكثير في ظل الحكومة اليمينية. شيرين يونس، كاي نيوز، حيفا.